السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم يا أصدقاء. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله عايزين نراجع منهج الإنجليزي السنة أولى كله. عايزين نروح سنة تانية وإحنا فاكرين كل حاجة. وأول درس كان ميس منى وأصحابها أميرة وهاني ويوسف وهنا، وتعرفوا على بعض. لما نيجي نسلم على زمان نقول هلو، ونقول كمان وتعرفنا الأول ما اسمك What's your name. أول كلمة خلناها هلو. What's your name. What's your name يعني ما اسمك. ولما اجي أرد هلو أيام كذا وأقول اسمي. خدنا ثلاث كلمات بنسلم عليهم على الناس. أول كلمة هلو، أول كلمة معانا هلو يعني مرحبا. تاني كلمة معانا شيك هندس اللي بنسلم عليها على الناس وبنحافظ. تالت كلمة معانا جود بوي اللي أنا بقولها لكم في آخر الفيديو. النهاردة خدنا ست كلمات أول ما ننطقهم بحرف البي. أول كلمة معانا باج يعني حقيبة. تاني كلمة معانا بوك يعني كتاب. تالت كلمة معانا بس اللي هي اتوبيس. رابع كلمة معانا بي اللي هي النحلة. خامس كلمة معانا بول اللي هي الكورة. سادس كلمة معانا اللي هي بلو يعني أزرق. بعد كده خدنا أوامر. أول كلمة معانا open your book يعني افتح كتابك. close your book يعني اقفل كتابك. افتح الشنطة يعني open your bag. اقفل الشنطة يعني close your bag. وكده نبقى خلصنا الوحدة الأولى يا حبايبنا، ويلا نخش على التانية. الوحدة بتاعتنا النهاردة شنطة المدرسة يعني my school bag. my school bag تعال نشوف اللي جواه ايه. بن، احنا منفرق بين البن التقيلة وبين البن الخفيفة. في الوحدة الأولى بوك اللي هي البن الخفيفة، ودي بن اللي هي البن التقيلة. رولر، رولر يعني مسطرة. بنسل يعني قلم رصاص. بنسل كاس يعني مقلمة. شارتمر يعني براية. لما اجي اسأل عن اسم الحاجة اقول ايه؟ ما هذا يعني ايه بقى بالانجليزي؟ what is this. what is this يعني ما هذا. what is this لما اجي ارد بقى اقول it's apple. it's apple سهلة يا اصدقائي. انا هسألكم بقى what is this. it is a book. what is this. it is a pen. تعالي بقى نفتكر الارقام. 1 2 3 4 5. يلا بقى نخش على الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة this is me. هذا انا. كلمات عن اعضاء جسم الانسان زي اي وزي اي يعني عين. اي يعني عين. ايه يعني اذن. وجه يعني فيس. ماوس يعني بق. نور يعني انف. رقبه يعني نك. ايد يعني هاند. شعري يعني هير. هديكم اوامر بكلمه المس. تاتش تاتش يعني المس. تاتش يور اي. touch your mouse. touch your nose. touch your ear. touch your hair. touch your neck. هنعمل جمل بأفعال استخدام أفعال جديدة. I wash my face. أنا أغسل وجهي. I brush my hair. أنا أمشط شعري. Clean my desk. أنا
كليب آلة موسيقية. كان بليزة درام. كان بليزة فلوت. فاكرين الحواس اللي خدناها العين والأنف والبق والإيد والأذن واليد، هنستخدمهم كأفعال. Where is the boy? He is.
ونشرح لكم.